السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم وليليكم بكل خير. موضوعنا الآن في شوية أكشن، فيه إثارة، حادثة مطاردة. فيه حديثنا عن الأبناء والسيارات، الآباء اللي يعطون أبنائهم سيارات، تحدث بعض المواقف، كيف يتصرف الآباء؟ الأب يقول حصلت مطاردة قدام عيني، سيارة طارد سيارة ابني داخل الحي، كيف أتصرف؟ في مثل هذه الحالة يفترض أن الابن فقط يأخذ رقم السيارة اللي طاردة إن استطاع، ما استطاع لا داعي للعجلة، يسير بطريقة سليمة. ما في داعي للعجلة، السيارة وراك وطاردك، تسير بطريقة سليمة وهادئة إلى أن تصل مكانك. إذا حاول أنه يوقفك توقف، إذا توقف ونزل من السيارة ارجع واسلك طريقك إلى أن تصل إلى مكان آمن. إذا وصلت إلى مكان آمن بلغ عن الشخص أو استعن بالآخر. بالنسبة للأب، إذا ما حصلتم على رقم السيارة تستطيع أنك تتابع السيارة عن بعد ما دامت داخل الحي إلى أن تخرج على طريق سريع. المتابعة تختلف عن المطاردة، المتابعة تكون هادئة وعن بعد ودون أن يشعر بك الطرف المقابل. إذا اقترب من معلم أو طريق عام تبلغ الشرطة وتحدد الموقع وتظل متابع إلى أن تصل الجهات الأمنية. إذا تمت مباشرة القضية أمنيا اطلب تحويلها إلى المحكمة واطلب صدور حكم وصك شرعي، هذا أفضل، وبهذا تحمي نفسك وتحمي أبنائك وتحمي مجتمعك، ولن يتكرر مثل هذا العمل من مثل هذا الشخص، سيكون عبرة. سكوتي أو سكوتك مثل هذه المواقف يزيد من الفوضى في مجتمعاتنا، وأيضا يعزز القيم السلبية